المجموعة هذه تشكلت 27/10/2011. كشاف معروف هي حركة تطوعية تعاونية. كشاف فيه نشاطات كثير واسعة وقوية. عمل تطوعي في الشوارع، نظف الشوارع، واحد محتاج فيش عنده ناس يقدروا يساعدوه يروح يساعدوه. يكون في تعاون بيناتنا، نشاطات، مخيمات، زيارات، أعمال تطوعية متشاركة سواء في أريحة أو في بيت لحم أو في أي مكان في الضفة أو خارج الضفة كمان، ناخذ دورات مع بعض، نتبادل المعلومات. إحنا الكشاف هذا للزهراء بنمي قدراتهم ومواهبهم، ثقتهم بنفسهم، بعرفهم على المجتمع اللي حواليهم، خاصة مجتمعنا اللي إحنا فيه اللي هو منغلق كتير خاصة على البنات. كان تشكيل المجموعة بداية الأمر صعب، لأنه كنا نواجه كثير صعوبات، وأصعب صعوبات إحنا شفناها بتشكيل المجموعة إنه كنا بداية تشكيل هيئة إدارية جديدة. بنفس الوقت ما كان عندنا سيولة كافية إنه إحنا نكون بالمجموعة، ولكن قدرنا بأشياء بسيطة تسوي مجموعة، ولكن مجموعة كان عدد عناصرها كثير قلال. إحنا مجموعة مسلمة ومجموعة مسيحية، بس إحنا مثل الإخوان بالضبط. هذا أهم إشي، هذا هو أحلى إشي يعني في التشارك. ويعني أنا كنت بتمنى إنه يكون هاي النشاطات وهالعلاقات من زمان. في الاستعراضات يمكن نعطي نبدة شغلة عملة، نقدر نسوي أي إشي يعني. يمكن الكشاف يوصل لهم الفكرة إنه هم محبتهم لبعض ومحبتهم للمسيح، نوصل لهم إنه شغلة إنه الكشاف صادق وأمين وعنده محبة للناس.